تلقيتي الخبر نتا؟ كما قلت لكم دابا وليدي انا كيفاش تلقيت الخبر، انا كنت معاه، كنت معاه فاش وقعت الواقعه، ماشي زعما سمعت ولا شي حاجه، كنت معاه في الدار انا واختي ووليداتها وراجل اختي. كنا خارجين وليدي السبت، جينا دخلنا ضاحكين، ما كاين حتى حاجه، كوقينا غير بالرحسل، ما صحابش انا هادشي، ولكن الحمد لله، الحمد لله اللي جات مع ضبر الله مرحبا بها. دخلنا وليدي بحال هكا، وليدي طلع للسطح قال لي ماما انا طالع السطح، طلعت مع خالته وطلعت مع خالته بحال قالت وامشي نصد على الكوكوط غندير العشاء وغنجي. يلا هي يا هبطت انا وليدي بقا تنصلي، هيك حست غير شويه اللور طاحت علينا هادي قنبول، هو كان في السطح. ثم بقيتو ضربت الوسط وضربت الوسط كاع وضربت لتحت، كان واحد البوليسي كاري عند اختي نيت، حتى هو مسكين تضرب، حتى هو تضرب، على بالها مسكين راه تما كاينه متهرس من هنا ورجليه وهرب، هذاك هرب حيت لتحت كاع هرب، كوك مضروب وهارب. دابا ولدي اش نقول لك؟ الله ياخذ الحق فيهم، انا كنطلب عي ولدي الاخر، انا هذا وليدي مشى ليا وليدي الله يرحمه، مشى شهيد الوطن الحمد لله، وعاش الملك، عاش الملك، الله ينصر سيدنا. انا بغيت عي وليدي الاخر، بغيت يشوفه، 8 سنين ما شفتوش. فين كاين؟ فرنسا، معاه نيت كان في فرنسا تما ما عندوش الوراق. دابا انا بغيت غير نشوف غير وليدي، بغيت غنشوفو، بغيت غنشوف على وليدي، كنت يوقفوا مع الله يرحم الوالدين، ماشي كنت نطلب بغيت يرجع، بغيت نشوف على وليدي. هذا هو مسكين، مشى جا كيفاش بقات حالته دابا؟ لا الناس في السبيطار دابا ولدي، حتى هو لانه مدمر حالته، قال تيقول لي خويا تيكون عندي، تيكون معايا. دابا انايا ما قال لي ما بغاش تدخل لي لراسي، دابا راه تعيطوا لي، قال لي راه ديناه الطبيب طاح ليهم، دابا راه في السبيطار تما كاينه في فرنسا. يعني بالنسبه ليك كما كتقولي، واش هاد الناس اللي داروا هاد العمليه كنشوف فيهم ارهابيين خاصهم يتحاسبوا؟ الله ياخذ فيهم الحق، انا كندعيهم لله، كندعيهم على الله ياخذ فيهم الحق، الله ينصر سيدنا عليهم، الله ينصر المغرب عليهم، يا ربي تاخذ فيهم الحق، ربي هو يخلص هادشي اللي غنقولو، وسمحوا لي. شكرا جزيلا. لما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.